عليكم جميعا. انا حضرت اليوم خطيبا ولم اتحدث، ولكني اتيت محبا ومهنئا لكم جميعا المسلمين اقباط المسلمين لهذا العيد الكريم الذي اعاده الله علينا جميعا بالنور والبركات، وضع لجمعكم هذا ان شاء الله جمعا مبروكا وحضورا ميمونا، وان شاء الله هذه هي مصر بشبابها ورجالها وبمسيحيينها ومسلميها يدا واحده. اتحاد المصريين ووحدتهم هي على مر العصور الاصاعه في التاريخ. ثوره 19 مصر برجالها مسلمين ومسيحيين. مصر سنه 52 المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين هم الذين صنعوا الثوره. مصر ب 30 يونيو 2013 المصريين جميعا هم الذين صنعوا ثوره 30 يونيو. وها هو المصريين الان مسلمين ومسيحيين يصنعون تاريخ مصر القادم ويصنعون حضارتها. بارك الله فيكم جميعا وادعو ان تكونوا في اهلها. وان كان لي حديث اليكم فانا ارجو ان ندعو جميعا بمصر وندعو جميعا بالسلام والمحبه بين المصريين جميعا، وكل عام وانتم بخير. يا رب ارحم لكي يشرق على بلادك. فبالإضافة إلى أفراح الميلاد واحتفالنا بالعيد، نمضي جميعا بثقة نحو الاستفتاء على الدستور في الأسبوع القادم بمشيئة الرب. وصدقوني أشعر أنه تحدي حقيقي يكسر أمامنا بعبور مصر المحبوبة إلى مستقبل أفضل. هذا الدستور الجديد يجسد ويؤسس دولة مدنية حديثة الجميع فيها مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات. هو دستور يعبر عن تطلعات الشعب لسنوات من الأمل، سنوات مملوءة بالأمن والاستقرار. دستور يضمن العدالة الاجتماعية ويضع قواعد دولة المؤسسات والممارسة الديمقراطية السليمة.